هذا سائل يقول: أعمل في شركة تقوم بتوزيع الصحف والمجلات التي تحمل الصور النسائية، ما حكم هذا العمل؟ وكذلك تقوم بعمل مسابقات في الجرائد. لا يجوز لك توزع الصحف اللي فيها صور النساء، لأن هذا فتنة. الصور عموما حرام ومنكر، فكيف بصور النساء؟ أشد، هذا منكر شديد، ولا يجوز لك توزع هذه المجلات أو هذه الجرائد التي تشتمل على صور النساء لما في ذلك من الفتنة. ويرزقك الله غير الطريقة هذه، شوف لك عمل آخر. نعم.